اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا لكم بوصفاتنا. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا طبقين خفاف ولذيذين. الوصفه الاولى راح تكون عندنا الزهره المشويه بالفرن مع شويه حركات واشياء لذيذه، والوصفه الثانيه خلوها مناسبه بعد الفاصل. اول شيء الوصفه هاي راح تتكون من مراحل. المرحله الاولى عندي الزهره مثل ما تشوفون هني، حطيتها وخليتها تنسلق 15 دقيقه بس، هي لانت راس زهره كامل. الحين راح ارويكم اياه. بعدين راح نحضر الصوص، عباره عن الثوم وعندنا البقدونس، الملح، البابريكا، فلفل اسود وزيت الزيتون. وبعدين عندي الطحينيه، راح استخدم طحينيه النور من النوعيات الجيده اللي جربتها، وعندنا رمان وصنوبر وبقدونس. خلوني الحين ارويكم شلون الزهره صارت جاهزه 15 دقيقه. زياد نقرب من مشاهدينا، شوفون شلون لما اقول لكم انها كامله حطيتها ما اللاعب. مثل ما تشوفون مشاهدينا الزهرة كاملة سلقتها 15-20 دقيقة لأنه راح تكمل سوا في الفرن. نحطها في البايركس اللي راح ندخلها فيها الفرن، ونبدأ بتحضير الصوص اللي راح نحطه على الزهرة ونشويها. أول شيء راح أحط زيت الزيتون، زيت زيتون، ونحط الملح، ونحط فلفل الأسود، ونحط البابريكا. البابريكا مش سبايسي بس تعطي شي طعم يعني سموكي حلو. نحط الثوم، نحط البقدونس. هاي الخلطة راح تصير مثل المعجون اللي راح أدهن فيه الزهرة. النزلة على الزهرة أو القرنبيط هالشكل، نتأكد أنه يغطيها كامل، يعني أبيها تنشوي وتكون خذت كل النكهات. نجيب فرشاة مالت المطبخ ونتأكد أنه غطيناها. الحين راح أدخلها الفرن تتحمر، وبعدين نرويكم الخطوة اللي بعدها. لما اشتري زيت الزيتون دائما ادور عن زيت الزيتون البكر والعصرة الاولى، فاليوم راح اخذ ماركة ار اس لان زيت زيتون عندهم عصرة اولى. الحين الزهرة مشوية مع البهارات اللي سويناها وكل شيء، الحين نجهز الخلطة اللي راح نحطها فوق الزهرة اللي هي الطبقة الثانية. عندي الطحينية، راح نبدأ بالصلصة اللي راح نحطها فوق الزهرة. نحط الطحينية، تطلع لكم المقادير في الشاشة، ونخففها بشوية ماي. تعرفون الطحينية شوي ثقيلة، زي ما تشوفون ان القوام صار اللي تبونه عندكم هالشكل. تشوفون بدأت تثقل معاي وتفتح. أزيد لها عصير الليمون، وأزيد لها الملح والفلفل الأسود. نبي كل طبقة تكون فيها نكهة، ما نستغني عن النكهة في أي طبقة من طبقاتنا. السلام عليكم، شخبارك؟ تعال تعال. ها شو رايك تشارك معنا في البرنامج؟ ويحتاج. شو اسمك؟ محمد. تدرين بنتي عندها نفس الويلتشير مالك بس عندها الكتروني، ما تقدر تحرك بيدها بالقوة، تستخدم الالكتروني. بس انتوا اقوى ناس. قول لي الحين انت اي صف؟ انا ثالث اعدادي. ما شاء الله كبر بنتي. يلا في اي مدرسة؟ الاندلس. الاندلس قريبة. زين زين صوت. يلا خلا اطلع صورني في سناب بتكلم معك. يلا اصور، انا بصور معك. ممكن؟ ممكن عادي تسمح لي؟ عاد تشوفنا في رمضان، ترى احنا بنطلع على قناة الريان. اكيد اكيد. تطبخ ولا لا؟ لا ما اعرف. شوية زين، على الأقل قول حق أمك هبتي وبتي، شو رايك؟ خلاص الحلقة اللي أنت بتطلع فيها خلي يسوون لك، زين؟ يلا. مثل ما قلت لكم أحلى شيء في الميرة معانا دائما ضيوف، واليوم معانا محمد.
حمد سلم على المتابعين. حياك الله محمد، ونشوفك إن شاء الله في التلفزيون معنا. يلا الشيخ فرصة سعيدة. نرجع متابعينا لوصفتنا، مثل ما كنا نقول سوينا صلصة الطحينية، والحين راح نضيفها على الزهرة. أنا آسفة على هالمنظر والتعذيب، ادعوا لي في رمضان ها. ونضيف لها البقدونس. هالطبق كل اللي أقدر أقوله أنه هو جميل فقط لا غير. نحط شوية فوق، نوزع الرمان، وآخر شيء عندنا الصنوبر. شوفوا الجمال. وبكذي جهز عندنا طبق القرنبيط. تقدرون تخلونه مثل الكيكة، تحطونه في النص، كل واحد يقص قطعته تستمتعون فيه. والحين نروح حق طبق السويت ونرجع لكم. وبما أني وعدتكم بحلويات صحية، راح أسوي معاكم حلويات صحية لكن باستخدام بذور الشيا. راح تكون بذور الشيا من الأساسيات في الحلويات مالتنا، فخلكم معاي نشوف شلون راح نطبق الوصفة هذه باستخدام بذور الشيا. ورجعنا لكم متابعينا، خلصنا الطبق الرئيسي أو المقبلات، ونروح حق طبق السويت. اليوم عندنا سويت خفيف يبرد على القلب كذي، بس شوفوا الألوان وانتم احكموا إذا بيطلع لذيذ ولا لا. عندنا سلطة فواكه لكن فيها لمسات إضافية ونكهات حلوة. خلكم معانا بالمكونات. عندي مانجا قطعتها مكعبات، فراولة، رمان، وعنب أخضر، وعندي المكسرات، عندي الفستق، وعندي الكاجو، وعندي اللوز لكن بدون القشر، وعندي حبوب الشيا مثل ما عودتكم وايد تدخل في السويتات عندنا. وعندنا نحليها بشراب الصبار، وهي تعتبر طبق صحي طبعا. وراح نستخدم الكوكونات ووتر أو ماء جوز الهند، وراح نستخدم ماء الورد للنكهة الرمضانية الحلوة. نروح حق طبقنا، أسهل منا ما في، تشاركون في عيالكم في المطبخ. حطينا العنب، وحطينا الفراولة، ونحط المانجا، وبعدين مكسرات كل أنواعها طبعاً على كيفكم أنتوا اللي تختارونه. ما تحبون الفستق شيلوا الفستق، تحبون اللوز كثروا لوز، هي في الأخير اختياري. بذور الشيا راح تعطيها قوام حلو، وراح تخلي السلطة تمسك مع بعض، بالإضافة حق الفايدة اللي راح تضيفها للطبق. وبعدين ننزل شراب الصبار عشان نخليها سويت، ونحط ماي جوز الهند. يعني تعرفون ماي جوز الهند معروف انه هو يرطب الجسم وعالي بالبوتاسيوم، يساعد الانسان بعد يوم طويل من الصيام على انه هو يعوض الماي اللي خسره، فجدا خيار مناسب للفطور. وبعدين رشه من ماي الورد، ونحرك السلطه. والحلو فيها تقدرون تحضرونها قبل الفطور بوقت، وتخلونها لين وقت الفطور تقدمونها. شوفوا بس الألوان وريحة ماي الورد، طبق سهل ولذيذ وفرش. وبكذي سلطتنا جاهزة، ضفنا المكسرات، اللوز والكاجو والفستق، حطينا ماي الورد، وحطينا الشيا وماي جوز الهند. صارت عندنا السلطة جاهزة، نختار كذي صحون حلوة نقدم فيها. طبق صحي وخفيف ولذيذ يطقي على سفرتكم. طبعا حتى الفواكه في الأخير تختارون اللي تحبونه، يعني عندكم شخص ما يحب المانجا، عندكم شخص ما يحب البرتقال، عندكم يعني عادي. أحب أعطيكم وصفات تكون فيها أريحية، ما تنجبرون على مقادير معينة. كذي ونصب عليها ماي جوز الهند، وبكذي طبقنا السويت صار جاهز. أرجعها وأكمل معاكم
الوصفتين اللي خلصناهم. وبكذي وصلنا لنهاية حلقتنا. أطباقنا اليوم كانت وايد خفيفة وايد سهلة وايد صحية. ابتدينا بالزهرة المشوية مع الخلطة اللذيذة هذه، وانتهينا بسلطة الفواكه اللي تبرد على القلب وخفيفة. وبكذي انتهت حلقتنا. نشوفكم في حلقة جاية من برنامج فيه العافية، ونلقاكم على خير.